الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. قضية البحرين ليست قضية فئة أو طائفة، بل هي قضية وطن جريح نحب أن نرى كل أبنائه يقف صفا واحدا من أجل إحقاق الحق وعودة الأمن والحقوق إلى أصحابها الذين ينتمون لتراب هذا الوطن الحبيب بكل مكوناته، السني قبل الشيعي والمسيحي قبل المسلم، لأننا لا نحب أن نرى وطنا يختزل في طائفة، ولا نحب لأنفسنا أن نستأثر بذلك دون الآخرين. أقف معكم اليوم ليسلط الضوء على قضية الكادر الطبي التي تمثل شريحة من أبناء هذا الوطن الذين عانوا ويعانون شأنهم شأن آخرين، وهم، وأعني الكادر الطبي، لا تمثل تضحياتهم إلا ولا حتى لا تمثل تضحياتهم ولا حتى معشار تضحيات أولئك الثكلى والشهداء، فنحن لا نستحق حتى ذلك التراب الذي سالت عليه دماءهم الطاهرة. هذا اليوم يوم كئيب في ذاكرة الزمن، في ذاكرة المهنة، في ذاكرة الأطباء والممرضين والمسعفين. هل تعلمون؟ هذا اليوم تم السيطرة على السلمانية. هذا اليوم اعتقل العكري وأصغر وتوالت اعتقالات الطواقم الطبية. هذا اليوم كان هو آخر يوم للكادر الطبي في السلمانية، لكنه لن يكون الأخير في هذه المهنة. هذا اليوم منعت صباحا في 16 مارس من الخروج من المعامير، أوقفتني دبابة وأرجعتني رغم أني قلت لهم سأذهب للسلمانية. هذا اليوم اعتقل العكري من غرفة العمليات. هذا اليوم اعتقل أصغر على بوابة السلمانية وضرب أمام مسؤولين في السلمانية، أمام الأجانب. أيها الأخوة، لقد أثبتت جلسة محاكمتنا بالأمس والتي استمرت قرابة 10 ساعات متواصلة وبحضور العشرات للشهادة لصالح الكادر الطبي، سمح فقط ل18 شاهدا من أصل 45 شاهد بقوا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8 مساء، حتى من الذين لم يسمح لهم. إن الأطباء والممرضين والمسعفين كانوا يؤدون واجبهم المهني والإنساني والذي لا ينفصل عن إنسانيتهم عندما يروا جريحا أو مريضا يحتاج لهم أو يحتاج لإسعافه. لذلك كان موقفهم في يوم 17/2 عندما رأوا أن هناك من يمنع الإسعاف موقفا عفويا، أن قالوا منع الإسعاف جريمة. عبروا بإنسانيتهم قبل أن يكونوا مهنيين. لا يمكن منع الإسعاف عن أي أحد. هذا ليس كلامي، هذا كلام بسيوني الذي يقول أن هناك فعلا إعاقات تمت للإسعاف من الأمن أو من السلمانية أو وزارة الصحة. لم يتهم الأطباء ولم يتهم أي ناس آخرين، وقال في فقرة صغيرة مذيلة في الهامش بخط يكاد لا يرى
وهذا قرار صدر من وزير الصحة الذي تراجع عليه لاحقا، وهذا ما قلناه، طالبنا بإسقاط وزير الصحة لأنه منع الإسعاف. لسنا ضد شخص ولسنا ضد طائفة، نحن مع الحق. لقد برهن الشهود بالأمس، الشهود 18، على أنهم لم يروا سلاحا بيد هؤلاء، وأقصد بالأطباء والمسعفين، ولم يعطلوا الخدمات، ولم يسيطروا على إدارات المستشفى وقراراته، ولم وكانوا مهنيين حسب ما عدوهم. هذا بشهادة الشهود، بل وأثبت الشريط المقدم من النيابة للمحكمة أن لا علاقة للأطباء والممرضين والمسعفين بالأسلحة، ولم يشاهد طبيب يمنع مريضاً أو يحتجز آسيوياً أو يخل بعلاج أحد. بالعكس، عندما أصر الأطباء على بقاء مرضى آسيويين لأخذ العلاج اتهموا بأنهم يحتجزوهم، وعندما طالبوا بالإسعاف اتهموا بأنهم يحركون سيارات الإسعاف، وعندما عالجوهم اتهموا بأنهم يقتلونهم. لا ندري أنعالج أم لا نعالج، ففي كلتا الحالتين متهمين. لسنا من نقول أننا أبرياء، العالم كله يقول أننا أبرياء، الشهود يقولون أبرياء، بسيوني يقول أبرياء، فقط أناس يريدون أن نكون مذنبين. إن شهودنا بالأمس لم يكونوا متدربين أو حديثي التخرج، لقد كانوا من وكلاء الوزارة واستشاريين كبار وموظفين وممرضين ومسعفين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذه المهنة، وهم غير مستعدين لتلطيخ سمعتهم بشهادة زور أو بهتان، فشكرا لهم. إنني أتذكر في هذا اليوم كلما مر علينا من جرحى أو شهداء من 14 فبراير لهذا اليوم، إنني أتذكر فرحان، وأتذكر المشيمة، وأتذكر عيسى عبد الحسن. لقد جاءني أحدهم في يوم 17/2 ليقول لي وأنا في الطوارئ: أرأيت عيسى عبد الحسن؟ فقلت له لا، فأخذ يبكي، هو خارج البحرين الآن، هو مشرد. قال لي: اذهب لترى رأسه. فذهبت، وكان أول مرة في حياتي أن أرى رأسا مفضوخا بتلك الصورة. ختاما لا يسعني إلا أن أشكر كل من تعاطف مع الطاقم الطبي، وأكرر مطالبنا، مطالب الكادر الطبي بالخصوص. أولا، إسقاط كل التهم عن الكوادر الطبية وإرجاع حقوقهم لما كانت عليه قبل الأزمة. ثانيا، رد الاعتبار للكوادر الطبية لما أصابها في سبيل واجبها المهني والإنساني. ثالثا، رجوع حالة المستشفيات والخدمات الصحية لما كانت عليه، ومن ضمنها رجوع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم التي كانوا فيها. الإفراج عن المعتقلين الباقين من الكادر الطبي، يونس عاشوري وحسن مرزوق وأحم مشتت، المحكومين في سجن جو. عدم الإصرار على الزج بالمهنة الطبية في السجال السياسي، وحيادة الخدمات الطبية المقدمة لأي إنسان دون النظر لعرق أو جنس أو طائفة أو جنسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.